باب ما جاء في كثرة الحلف، أيضا هذا الباب له علاقة بالفقه، لكن ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ أن كثرة الحلف تدل أنه ليس في قلب الحالف شيئا من تعظيم الله، أن تعظيم الله يقتضي نخاف من الحلف بالله. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن حفظ اليمين له مراتب أربعة: الأول لا تحلف، الثاني إذا حلف تفي، الثالث إذا لم تفي تكفر، يعني حفظ اليمين ابتداء وسطا وانتهاء، والرابع لا تحلف إلا بالله. مرة أخرى، ابتداء لا تحلف أبدا إلا عند الضرورة والحاجة، الثاني إذا حلف تفي، تحرص أن تفي بيمينك، إذا لم تفي تخرج كفارة اليمين، فإخراج الكفارة دليل على حفظ اليمين، وتحفظ اليمين بأن لا تحلف إلا بالله. نعم.